وجه محافظ محافظة الحديدة الدكتور الحسن علي طاهر الجهات المعنية بسرعة توفير أرضية لإنشاء دار لرعاية الأحداث بمدينة الخوخ العاصمة الإدارية المؤقتة للمحافظة. جاء ذلك خلال لقائه باللجنة التنسيقية لرعاية الأحداث برئاسة القاضي عثمان، الذي استعرض للمحافظ طاهر أهداف اللجنة وطبيعة آليات وخطط عملها، مشيرا إلى الأهمية التي سيقدمها إنشاء دار لاحتضان الأحداث بالمناطق المحررة في الحديدة. وأشاد المحافظ طاهر بعمل اللجنة التنسيقية لرعاية الأحداث، مؤكدا حرص السلطة المحلية بالمحافظة على توفير المقر الدار لأهمية رعاية هذه الشريحة، مشددا على ضرورة زيادة الاهتمام بهم وإشراكهم في المجتمع. عقدنا اليوم اجتماع مع اللجنة التنسيقية لرعاية الأحداث والتي يرأسها قاضي الأحداث، وهو نفسه قاضي أيضا محكمة الخوخة القاضي الدكتور عثمان معنقر مع أعضاء اللجنة. هذه اللجنة في غاية الأهمية لأنها تصب في نوعية من المجتمع في غاية الحساسية وهو الأحداث. إن شاء الله تعالى نحن سنعمل على توفير المقر بما يحفظ كرامة الحدث ويسهل عمل اللجنة ويسهل عمل القاضي. الأحداث هم أبنائنا حقهم ورعايتهم واجبة علينا. سيجدوا كل الرعاية وستجد اللجنة مننا كل الاهتمام والدعم. عقدت اللجنة التنسيقية اليوم اجتماع مع سعادة الأخ المحافظ محافظة الحديدة، أطلعته فيه على تشكيل هذه اللجنة والعمل الذي دار خلال 6 أشهر. تم أيضا وضع بعض الإشكاليات أمامه، وتم المناقشة التفصيلية مع الأخ المحافظ حول حل تلك الإشكاليات. ومن ضمن أهم الإشكاليات التي نعانيها في محافظة الحديدة عدم وجود دار رعاية الأحداث، وقد وعد سعادته مشكورا بتوفير الأرضية في أقرب وقت، وكذلك السعي في إيجاد تمويل لبناء دار رعاية الأحداث كحق لأطفال المحافظة. وأيضا تم التوجيه إلى مختلف مدراء السلطة المحلية بالمحافظة بالتعاون مع اللجنة التنسيقية وحل أي إشكاليات قائمة. وحقيقة نشكر سعادة المحافظ كوننا لمسنا منه اهتمام كبير جدا في هذا الجانب، وكان محل ترحيب وإعجاب بما قامت به اللجنة من أنشطة خلال تلك الفترة. وشكرا.